شكري انت لقى بورسعيدية شكري سند واحدة على طول. عمرو موسى عمرو موسى وايه وضرب الجزاء ضرب الجزاء في اول هجمة منظمة للنادي المصري. ادي اهو محمد عادل قريب وضرب الجزاء اولى بعد الثلاث دقايق تتعاد من هنا اهي. شكري سند وحمادة طلبة مغطي ايه بفدان. ادي كورة عمرو موسى تمام ضرب الجزاء ما فيهاش كلام مع الدقيقة الرابعة. مين اللي هيشوط؟ هل شكري ولا مين؟ لا هنا الزاوية هنا بس طالما ما فيش اعتراض من مهند مصطفى تفرق. شكري وعصام ثروت شكري وعصام ثروت شكري وعصام. هل شكري هيحطها زي ماتش المقاولين ولا ايه؟ هنشوف. شكري شكري عصام ثروت تيجي في رجله لكن الهدف الاول للنادي المصري بعد مرور اربع دقايق. اربع دقايق اول اهداف المصري البورسعيدي. عصام ثروت زعلان جت في رجله ودخل. شوفوا حضراتكم ايه هي الكره عليت من رجل عصام. ادي اول فرصه واخطر فرصه للنادي المصري جت جول. لسه بنقول يا هادي وادي الاول للبورسعيدي.